ندوة اليوم تمحور حول تطبيق قرارات الجمعية العامة أساس التي لها علاقة بحق تقرير المصير وحق السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية فيما يتعلق بحاجة الصحة الغربية. وقد اجمع المتدخلون والسفراء والخبراء بما فيهم محامي جبهة الكوميسارية أمام المحكمة الأوروبية وسفراء دول داعمة للقضية الصحراوية بأن الشعب الصحراوي حق ثابت وغير قابل للتصرف في تقرير مصيره وفي السيادة على مصادر الغربية، وبأن المملكة المغربية ما هي إلا دولة محتلة في الصحراء الغربية، وبالتالي ليس لها أي حق في التصرف في المصادر وخيرات الشعب الصحراوي. وكان الإجماع أيضا على مواصلة الدعم والتضامن مع قضية صحراوية باعتبارها آخر مستعمرة في القارة الأفريقية.